مين؟ لطفي ولا مؤاخذه يا ابني؟ يا استاذ ابراهيم سيبنا نسلم عليك بقى يا استاذ. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا حبيبي ربنا يخليك. اصل انا فحوسه، لو تعرف انا فحوسه شكلها ايه؟ ليه يا استاذ ايه اللي حصل؟ بقى لي دلوقتي 3 ساعات الاستاذ المخرج حاطط الكاميرا هناك اهو. المهم ان انا عايز اصور الفقره دي، مش عارف صور. لبست بقى كل اللي ممكن البسه في الحياه. الناس كلها عارفاك يا استاذ ابراهيم. طب بقول لك ايه؟ قول يا استاذ. تمثل انت الفقره دي؟ انت عارف ايه هي؟ ايه هي يا استاذ؟ انت هتضرب واحد بالجورنال زي ما ضربتك انا كده. اه. وتقول له مين؟ لطفي؟ ايوه. ولا مؤاخذه يا ابني؟ اصل انا عندي شعر ساعه تروح وساعه تعرف يعني؟ اعرف يا استاذ. حافظها؟ حافظها. انقذني. بس يعني هبان كده في التلفزيون؟ هتعمل مع الناس ايه؟ ده اهم حاجه. يعني الناس يعني ده انا هقطعهم لك، يعني هجننهم في الشارع، خليهم يجننوا، خلي الحلقه دي تعلم ان شاء الله. ده. وانا هاجي لك في لحظه ما انت مزنوق، هلبس ست واجي لك. ماشي. لو حصل اي حاجه ان شاء الله مش هيحصل حاجه يا استاذ. انا بس البسك هنا. ايه ده؟ مين؟ سي لطفي. لطفي ده مؤاخذه يا ابني، اصل انا عندي شعره ساعه تروح وساعه تيجي، ساعه تروح وساعه تيجي. راحت. طب انا مش سايبك بقى النهارده بقى، ايه رايك ان انا بس لازم احبسك يا استاذ؟ اسمعني بس، احنا بنصور برنامج. مش هسيبك انا. بنصور برنامج مع استاذ ابراهيم نصر. فين هو الاستاذ ابراهيم؟ قال لي هو هيجي دلوقتي ولابس واحده ست اهو. ايه يا استاذ ابراهيم اللي اخرك كده؟ نفسك اهو. شفت يا استاذ ابراهيم؟ بص ايه ده انا عايز افهم ازاي تمد ايدك على مرتي. مد ايدك على مرتي ليه؟ معلش يا معلم انا ما اعرفش ليه، انا اسف. انا بحسبها استاذ ابراهيم نصر. مين ده ابراهيم ناصر ده؟ هو بيعمل برنامج الكاميرا الخفيه. يخرب بيتك على بيته، في حد يضرب ست كبيره؟ ما اعرفش يا معلم. حقك عليا. ما اعرفش يا معلم. بهدلت خالص، بهدلت. معلش يا معلم انا اسف. بس خلاص خلاص سيبه سيبه، ده لو راح جنب هجيبه من بطنه. انت ازاي تمد ايدك على مرتي؟ يا بيه والله بحسبها استاذ ابراهيم نصر، والله العظيم صدقني. بتحسب مين ابراهيم؟ المدام. بتحسب المدام راجل؟ يعني انا متجوز راجل؟ ما اعرفش يا معلم، ما هي كانت هيخش كده برضه، مش عارف. هيخش كده ازاي يعني؟ هو لابس ست يعني. واهدى اهدى. ده هو اهدى. لبسني الريش ده وقال لي اول واحد يعدي اضربه على ظهره بالجمناه. وتقول له ايه؟ سي لطفي لا مؤاخذه يا ابني، اصل عندي شعر ساعه تروح وساعه تيجي. راحت. يخرب بيتك لبيته. إيه إيه؟ اهو اهو الحمد لله اهو جه اهو جه. بس اهو استاذ ابراهيم اهو. ابراهيم مين يا ابني؟ تنكر نفسك ليه يا استاذ؟ بس حتى ده انه ليه كده؟ مد ايدك عليا. مين ده؟ متلاش هو اللي انت عملته ده. يحصل له ايه؟ انا لازم احبسه يا حاج. يحصل له ايه؟ يتحبس. يتحبس. وانت؟ يتحبس يا حاج. لازم يتحبس. لازم يتحبس يا معلم. اتحبس ليه يا معلم؟ لانك فعلت فعل مش مظبوط. انا عمري ما دخلت اسم يا معلم. وايه الريش اللي انت لابسه ده؟ ما هو اللي لابسهولي خارج من تقفيصة فراخ. جزاك شيء واحد، تدا زي الديك. كوكو كوكو. واعمل له المزيكا اللي انت بتدلع بيها دي. كوكو كوكو شو شو. كوكو كوكو شو شو. كوكو كوكو شاو شاو. 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 اسمك ايه؟ طارق. فهم اتشرفت. وانا بشرى. براح والنبي براح براح. لا تقطع الاغنيه. الله 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 الله. اطلع. ماما ايه؟ اطلع بره. ايه عم؟ اطلع بره. احب اعرفك دلوك انت واقف مع مين. ايوه يا عم الحاج. مع اهل البت دي. انا ما اعرفهاش. طيب دي امها، انا خالها. اهلا وسهلا. خد حضرتك ولا مالك؟ رجالتهم. انت ايه بقى حضرتك؟ انا ماشي. هي اللي ندهت عليا، بس بست عليا قالت تعالى. قالت لك؟ قالت لك ايه؟ ليه انت قطه تبسبس لك ازاي يعني؟ هو ده اللي حصل عم الحاج. يعني ازاي حصل ايه؟ ما تبحلجلوش صالح. ما تبحلجش يا صالح. النبي عم الحاج. خلاص اقف، ما تخافش وما تعملش اي حركه. حضرتك تتحرك يمين شمال هيجيبوك. انا اقول لك على اللي حصل بالظبط. قول لي اللي حصل بس بالحرف الواحد. قوله. حضرتك انا جاي من هنا كده. قول. الانسه دي راحت مبسبسالي. قالت قلت لها انا؟ قالت لي اه تعالى بعد اذنك عايزك. انت اسمك ايه؟ اسمي طارق يا باشا. طب تقول لك بس تيجي.
يعني تقول لك بس بس تيجي؟ هي عملت كده وانا بصيت عليها. وبعدين؟ بتاع كاظم الساهر سافف. كاظم مين؟ كاظم السافف ولا الساهر. كاظم الساهر؟ اه. كمان قاعدين تسمعوا شريط كاظم الساهر؟ ده بايظ يا عم الحاج. بقول لك ايه يا صالح؟ ما تبحلكش يا صالح، اوقف. اوقف يا اوقف، مالكش دعوة أنت خالص. اوقف، عاجبك؟ ما عاجبنيش أبدا. راضية؟ لا، يتقتل. هو مين ده؟ يتقتل. هو مين يا حاج؟ مين اللي يتقتل؟ مين يتقتل؟ مين؟ ما هو ده عار. ما تقول لهم أنت، مش أنا بقول الصح كده؟ أقول لهم الحقيقة يا طارق. طارق أنت إزاي تقعد في عربية حاجة ما أعرفهاش؟ ده الشريط ده بتاعه، قالت لي سبب خديه، هو بتاعك، خد يا بنتي. بقول لك إيه؟ يا عم الحاج أنا ماليش دعوة بيها وما أعرفهاش. شمال يمين ما تكذبش. ما اعرفهاش والله، ما اعرفهاش. إيه؟ ما اعرفهاش صالح، صالح ما اعرفهاش يا صالح. صالح خلاص ما تبحلكش استاذ صالح، ما اعرفهاش. خلاص هيجيبوك لو انت في بطن امك. لا يا عم الحاج انا بكلمك، انا مش هجري منك ولا حاجه، انا بكلمك. لا اوقف وكلمني يا عم الحاج، انا جاي من ناحيه دي كده. انت جاي من ناحيه دي؟ الانسه واقفه هنا قالت لي بس. قلت لها هنا، قالت لي انت قلت له بس. ايوه قول له الحقيقه يا سيدي. قلت له ما تقولي له. ايوه الحقيقة يا حبيبي. مش اللي انا بقوله هو ده الحقيقة. بتقول طارق يا عم الحاج، سألتني دلوقتي وانا بطلع الشريط، قالت لي انت اسمك ايه؟ ما تكذبش يا والله ان انا بقوله لك هو اللي حصل، ما تقولي له يا ست. شريط ايه اللي كنت بتطلع؟ شريط حاجة بتاع كاظم الساهر. وريني كده. اهو يا عم الحاج خدوا شريطكم، ماليش دعوة انا بقى في حاجة. طب ده مش شريط كاظم الساهر. امال شريط ايه يا عم؟ هاني الشاكر. اهي غلطة. هي فعلا غلطة ان انا وقفت لك ودخلت العربية عشان اطلع لك الشريط. يا بنت قولي قولي له، قولي لخالك الحقيقة والنبي، قولي له، قولي الحقيقة، قولي له، قول لهم الحقيقة يا طارق. يا دي المصيبة على طارق وسنين طارق. عاجبك؟ لا مش عاجبني. طب ايه اللي نعمله؟ يتجدل يعني يتجدل. ليه يا حاجة بس يتقتل يا عم الحاج؟ طب اقول لك على حاجة. قول يا اخوي. اقول لك على حاجة. قول يا اخوي. يتجوز البيت. يتجوز. يتجوز البيت. اتجوزت اخوي وابرك يا ست. هو مفيش حاجه حصلت يا ست؟ كل ده انا اتجوزت. طب انا اقول لك على حاجه، بدل ما تروحي في داهيه هتتجاتل. هقول لك على حاجه يا ست. طيب اسكتي بقى. مش ست، مش هست. تتجوز. اتجوز. حاضر يا عم الحاج، همشي كلامك. همشي كلامك. خلاص انا بنت انا طيبه وامتحانات. خلاص هتجوزها يا عم الحاج. بصي بس، بصي بس، بصي بس، هتصور من غير ما تحس. خيري بركن في شبيجان كوباني كنت أستروي وين؟ يا ريت تعرفوا نفسك كل سنة. مدام زيزي. ها؟ مدام زيزي. سيد. سيد. وده هنا ما تسمعش كويس، عايز صوتك شوية. سيد. أريد بس يا ريو 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 بيتر ريو على الصوت. وعند ورا ريو 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 بارو. هنبدأ أول اختبار الغنى. هتتفضل حضرتك ولا الأستاذ؟ غنى. من ضمن الشروط ده حضرتك؟ أدوانداته بمشكة كبيرة أختيره ولي بارفانه. مين اللي يغني؟ أنا ولا هو؟ حضراتكم أنتوا الاثنين. إحنا الاثنين؟ أيوة. طب ليه؟ طب الفرد ما بنعرف، طب نغني يعني نغني نقول إيه؟ بربرتاتي بكتار خجي برجر جي برسنير ورجر عرب إنجليزي اللي رايح حضرتك. بس أغني إيه؟ أغني مش عجرم ولا أي حاجة منه. مش عجرم، مش حافظاها. هيجي حكي اللي على بالك. حبيبي قرب، بص بص بص، زعلان ازعل ازعل، نص نص، بس مش عارفه حاجه. دي تعز يا برجم مدام، دي تعز، دي تعز زيزي زيزي. اجري كورتي كيلو. شكرا زيزت. ها يس شايف زيزت يس يبيرو تيراني نو فيكي. مش بفهم، مش بفهم الا عربي. بيش فاضي الغورتي برني هديت انجليزي عربي. انت سايبنا محتاسين كده يا استاذ زخاري، عمال اتكلمنا سالت حاجات كتير قوي مش فاهمين. مدام زيزيتا يا مدام زيزيتا يعني انت اللي حاجه العجله دي. دكتور يفك برج برج كان استرتي رادون جرب يا سيد. مش معقوله يعني، مش معقوله عجله يعني بعد ما شاب بعد السن ده كله اركب عجله. ربنا انا مش مقتنعه. خلي بالك كل ده في صالحنا يعني، دي نقاط في صالحنا. اشتري نير اشتري. قول لي ازاي؟ ازاي مدام زيزيتا؟ وانا كمان؟ لا 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 لا
ايوه مش معروف انك بدل الحاجات دي يا عمك. بنت ايه ما هي شغلانه يعني؟ بنتي رير رير بنتي روبرت ستاكس. ايه على الحمد لله ان احنا فهمنا حاجه. يا استاذ زخاري قول لها حضرتك ان ده راجل رياضي مش محتاجه انها تعمل كل الاختبارات دي. انت بارك الله فيك. اخ في حكايه. في ايه تاني؟ انا اتخضيت. معقوله كده؟ هي بتخضنا كده ليه؟ استاذ زخاري في بيروت رسالة. يا يا ايه دي كمان؟ بيت رسالاني معقولة يعني؟ يا سيدي اللي خلاك عملت اللي قبل كده اعمل دي خلاص بقى وخلصنا. ترابو كمان ترابو ترابو برافو برافو يا استاذ زخاري. ايه دوق من منين فين الاستاذ زخاري؟ كرستانو بيبو جاستان يا استاذ ده من فضلك قول اذا كان في حاجه تاني. وانت اشتكر اتكتر يا ست عرفتينا يا اسكندريه. انا ما اعرفش الا العربي. الكلمتين اللي اتعلمتهم في ايام الجامعه نسيتهم. مش معقوله كده. عرفتينا تعبتينا. فين العفريت بتاعك ده؟ راح تندهله ان شاء الله. هتموت وهي بتندهله. ايه ده؟ راح فين دي؟ في ايه؟